بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين. فاس وكان مشيعا على مدينة فاس، هذا الرجل الذي كان أيضا من الدعامات الأساسية لانطلاق المهرجان الوطني عن العرفان وعن التصوف وعن السماع. كان هذه الجلسة التي نتمنى من الله أن يجعل بركاتها وأن يجعل أجرها في صحيفة هذا الرجل الفاضل الكريم الذي فقد نفتتحها بعن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الشريفة الكريمة لسيد محمد بن حمد الصقلي رحمة الله عليه، السيدات والسادة الحضور الكريم، طبيعة الحال لم أحضر كلمة في المناسبة، ولكن دعوني أتكلم إليكم بما يختلج قلبي حول هذه اللحظة المباركة التي تأتي بطبيعة الحال في إطار ما دأبت عليه جماعة فاس من تنظيم مهرجان وطني لفن السماع والمديح النبوي منذ سنوات. هذه المبادرة والسنة المحمودة التي من خلالها نرفع ونرتفع بذكر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.